المقابله ما كانتش سهله، تنعرفوا الضغط ديال المقابله ديال الرتبه اللي تحتوا له الفريقان كاين لازم علينا باش نحقوا انتصار. جا ضربه الجزاء وجا مع كاتهوج، ولكن للاسف يعني باش تضيع ضربه جزاء وفي واحد الوضعيه محرجه اللاعبين بحال اللي فقدوا هذاك التركيز. وكما شتي جا الهدف الاول جا الهدف الثاني، ولكن كان لازم علينا لعبوا تو بور تو، لعبنا الهجوم دخلنا لاعبين مهاجمين والحمد لله كما شتي يعني الاهداف كلها اللي سجلنا سجلنا بواحد الطريقه. كانت مقابله صعبه مع فريق يحترم يعني ما تتعكس الوضعيه اللي تحت الشباب اطلس خنيفر، ولكن الضغط اللي كاين على العناصر تنعرفوا عاوتاني فريق الراك يعني جلب عناصر اللي من الهوات ولا اللي ما عندهمش واحد التجربه، لاعبين اللي شباب او ابناء المدرسه، ولكن الحمد لله هذا الانتصار ما غيعطينا الا نزيدوا نثقوا في راسنا، نزيدوا نخدموا على اساس نحققوا النتائج اللي ضمننا البقاء ان شاء الله. سي حسن 2-0 اذا كيجيب 3-2 والحمد لله يعني يعني باش تخسر تكون خاسر بجوج زيرو يعني راه كلشي غادي لاشي كلشي غيفقد الامل، ولكن كنا عازمين وكنت واثق انا بالعناصر الحمد لله حتى لي شونجمون اللي درنا عطات كل الاكل ديالها سيرتو محمود اللي سجل هدفين والحمد لله. وكما شفنا عودات الحواس اللي اليوم افتتح الهدف لان كان موقف علينا وكان كان موقف عديد المقابلات وخلى واحد التاثير سلبي على على الفريق، والحمد لله دابا الفريق غادي يخدم بعد واحد الاريحيه يعني 31 نقطه ماشي بحال 28 نقطة، وإن شاء الله نجيروا المقابلة كما ينبغي إن شاء الله.